وللحديث بشكل أوفى على تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا من دبي نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك نادية معنا على شاشة CNBC. يعني الملفت كان هو محضر الفيدرالي الأمريكي، لاحظنا أيضا ردة فعل التي شهدناها أيضا على تحركات مؤشر الدولار بارتفاعه بقرابة أعلى مستوياته في 3 أسابيع. برأيك اليوم هذا الموافقة بالنسبة للأغلبية والتوجه للرفع، كان هناك نوع من الانقسام بالنسبة لعملية الرفع أيضا، ولكن الأغلبية كان عند التثبيت. برأيك إلى أي مدى بالنسبة للاجتماعين المقبلين قد نشهد الوفق التوقعات برفع لمرتين عند المستويات التي تم تحديدها ب 25 نقطة أساس؟ اهلا بك. يعني من التصريحات التي صرحوها من قبل عرفنا اوريدي انهم سيكون في رفع سعر الفائده بنسبه 50 نقطه اساس لحتى نهايه العام. ف 90% من الاسواق تتوقع الان زياده بسعر 25 نقطه اساس في هذا الشهر في شهر يوليو، ولذلك نشوف او نشهد ان تحركات الدولار في الصعود نعم بالفعل، وايضا تحركات الذهب تكون جدا في نطاق ضيق عند مستويات 1914، وايضا ممكن ان نشوف ضغط على الذهب اكثر الى مستويات ما دون 1900. نادية دعينا ننتقل إلى النفط وما انتهت إليه الندوة التي لا زالت منعقدة في فيينا، ندوة الدول المصدرة للنفط أوبك، فيما يتعلق بالتخفيضات الأخيرة من قبل السعودية مليون برميل الطوعية طبعا والتي تستمر لشهر أغسطس، وروسيا أيضا 500,000 برميل، كيف هو أثرها على أسعار النفط في تقديركم؟ يعني شاهدنا منذ الأسبوع الماضي أن النفط بدأ في الاتجاه الصعودي، و يعني WTI ترك مستويات 69 والآن عند مستويات فوق مستويات 70 دولار وفي حدود 72 دولار و71 دولار. يعني ممكن مع نهاية الشهر أن تتثبت هذه الأسعار إلى 75، ولكن مع برنت أيضا نريد أن نشهد يعني أسعار النفط تفوق أسعار أو 80 دولار لحتى نقول أن بدأت هذه التخفيضات تؤثر على أسعار النفط بشكل إيجابي. نعم نادية، يعني الملفت أيضا لدينا ما زال التصعيد ما بين واشنطن وبكين أيضا، وهذه المرة بالملف التكنولوجي أيضا. برأيك الزيارة المرتقبة بالنسبة لجانيت يالين إلى الصين إلى أي مدى قد يكون لها تأثير ويعني تخفيف من حدة التوتر الذي شهدناه مؤخرا، وخاصة من توجهات الصين لتقييد أيضا تصدير بعض على التصدير للمعادن التي تدخل في تصنيع الرقائق الإلكترونية؟ يعني الصين الآن في وضع غير يعني إيجابي، خصوصا مع البيانات الاقتصادية التي شاهدناها من أمس أيضا، ويعني الملفت كان بيانات الخدمات التي جاءت سلبية جدا من 57 إلى 53. فيعني هذه البيانات تضغط على الصين، وأيضا مع تصاعد هذا الأمر التريد وور ممكن أن نشهد البعض من الضغط على أسعار النفط أيضا، و الضغط بشكل عام على معنويات السوق. لذلك من يعني مهم جدا يعني ان يلن يعني راحت يلن الى الصين، نتوقع ان تهدئ الامور بشكل يعني طفيف، ولكن هيدا هو السوليوشن الوحيد التي ممكن نشهده عشان معنويات السوق تخف من هذه التوترات وعدم اليقين. إذن نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب، دعينا ننتقل إلى جزء آخر في هذا السياق فيما يتعلق بالبنوك المركزية ومعدلات رفع الفائدة التي تتباين هنا وهناك، وكما شاهدنا الباب موارب في الاحتياطي الفيدرالي، البعض يزيد البعض يخفض، كيف تلحظون هذه الحركة؟ إلى أي مدى هناك ربما سنشهد استمرار في تشديد السياسات النقدية؟ يعني مثل ما صرحوا امس في FOMC minutes قالوا انه يعني التثبيت كان ل باينج تايم، ان هم يشوفوا
هل بالتثبيت ممكن أن يرون يعني بزنس اكتيفيتي أو بيانات اقتصادية قوية أكثر من أو التي شهدناها من قبل؟ يعني الآن نشهد أن البيانات الاقتصادية جدا تتأثر بشكل سلبي من رفع أسعار الفائدة، لذلك كانوا يشترون من الوقت يعني ليرون إذا هل مع التثبيت سيكون في نتائج أكبر ونتائج أحسن، ولكن يعني من المرجح أن نرى بالفعل 50 نقطة أساس رفع 50 يعني رفعتين هذا الشهر، وأيضا مع آخر مع يعني مع آخر هذه السنة، فيعني لسه سيكون في رفع أكثر وسيكون في تضرر أكثر للإيكونومي، ولكن يعني مع اختلاف مثلا اليوروزون أو اليو كي مش هنشوف يعني يعني مثلا مش هنشوف ركود اقتصادي مثل ما شاهدنا في هذه الدول، وأيضا يعني ننتظر بيانات الـ NFP يوم الجمعة ستكون جدا مهمة في حسم هذا القرار. نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي. شكرا لكم.